يسعد صباحكم وكل أوقاتكم مستمعينا الكرام. إذا مجلات يعني وصحف وما إلى ذلك، كل هذا يعني يصب في موضوع التسويق والإعلانات التجارية والمنتجات وما إلى ذلك. هل التسويق المطبوع هو يعني بعصر التقنية والتكنولوجيا وما إلى ذلك هو مهم جدا في هذا العصر أم ماذا؟ نذهب معكم وبكم الآن مستمعينا لحتى نتعرف على إجابة من رحم واقع وتجربة حياتية معاشة، حيث تستعين العديد من الشركات والمؤسسات بالتسويق المطبوع إلى جانب التسويق الإلكتروني. فما أهمية التسويق المطبوع في ظل وجود هذا التسويق التقني الإلكتروني؟ سؤال يجيبنا عنه مدير مجلات دليلك في عنتاب فراس العلي، التي توفر المساعدة باختلاف المجالات لجميع السوريين والعرب المتواجدين في ولاية غازي عنتاب التركية بشكل خاص، وتركيا دائما أيضا بشكل عام. يسعد صباحك أستاذ فراس. صباحك خير وصباح كل من عم يسمعنا، اهلا وسهلا، حياك الله. بداية حبذا لو تعطينا لمحة عن التسويق المطبوع. بداية التسويق المطبوع هو عبارة عن ترويج لخدمة او منتج لإحدى الشركات، نقوم على اساسه انه بتوثيق منتج او الخدمة عبر التصميم احترافي، يكون بعدين مطبوع، بعدين نتوزع على الفعاليات الاقتصادية الاخرى اللي تهتم بهذا المنتج. طيب بماذا يختلف اليوم التسويق المطبوع عن التسويق الإلكتروني، وما أهميته فعلا يعني بوجود العصر التكنولوجي والتقني الذي انتشر بشكل كبير جدا؟ والتسويق الإلكتروني اليوم مثل ما هو معروف يعني سيد فراس انتشر بشكل هائل يعني في ظل الثورة التقنية الموجودة في هذا العصر. تماما معك حق بهذه النقطة، ولكن اليوم نحن كسوريين نحن تعودنا أيام سوريا على دليل الأعمال، على الوسيلة، على الوسيط. طبعا حتى التجار نفسهم متعودين أنه يشتركوا بإعلانات، مثلا اشتراكات نصف سنوية وسنوية مثلا بهاي الجرائد سابقا. هون بتركيا كانوا بحاجة لهيك شيء، بنفس الوقت له طابع خاص عندهم طبعا كمجلة مطبوعة، وما يميز أنه عن التسويق الإلكتروني انه هي تاخذ صدى اعلاني على مدى طويل. يعني اليوم المجله تنطبع اليوم مثلا تضل موجوده للشهر وشهرين ثلاثه، خاصه انه كواليتي الطباعه يكون مرتفع. يعني اليوم اللي بيهتم بجراماج المجله ومثل ما نحن عم نعمل بدليله، بتضل هاي المجله صالحه للاستخدام تقريبا شهرين وثلاثه واربعه. فلهيك هو يفضل احيانا التسويق المطبوع ويدفع عليه مصاري اكثر من التسويق الالكتروني، اللي هو ممكن يكون مجرد بوست ممول يوم يومين ثلاثة وبعدين انتهى وصار شيء. نعم. طيب بعد ظهور التسويق الإلكتروني اليوم وانتشاره مؤخرا، هل نقص عدد العملاء لديكم؟ أكيد لا، هلا في عندنا أنواع من العملاء، في عملاء يفضلوا التسويق المطبوع، في أنواع يفضلوا التسويق الإلكتروني، في بعض آخر يفضل إنه طباعة ولنفترض البروشور على النمط التركي. يعني بالنسبة للتسويق أنه أنا أطبع بروشور ووزعه بمناطق مستهدفة مثلا أو على المنازل مثلا السوريين، فهي تعدد اهتمامات العملاء حسب المنتج، حسب الخدمة، حسب الحاجة للتسويق، مثلا نوع التسويق المراد استهدافه. يعني فنحن لكل عميل مثلا يطلب أنه نعمل له حملة تسويقية، نعمل على اساس حاجاته ورغباته، على اساس هو شو بده مثلا، وعلى اساس نمشي معه يعني. نعم. طيب هبذا الان الفكره ما في مقياس يعني ثابت لهذا الموضوع، يعني لحد الان في راغبين يشتركوا بالمجله، في ناس بيشتركوا بالالكتروني وهكذا يعني ماشي. تماما، وهذا الامر يعني فعلا متاح اليوم في مجله مثلا دليلك في عنتاب، كونك اكيد مؤسسها، ومجلات اخرى موجوده اليوم حتى في تركيا او موجوده ايضا في الداخل السوري، وبالتالي يعني يتم التسويق والاعلان عن هذه المنتجات او المواد بكافه اصنافها، سواء من خلال المجله المطبوعه وحتى عبر صفحات هذه المجله على وسائل التواصل الاجتماعي او عبر الموقع الاساسي. لكن حبذا لو تعطينا هلا لمحه عن مجله دليلك في عنتاب او دليلك في مختلف الولايات التركيه، ومتى تاسست؟ عفوا، بصراحه دليلك يعني انا ما كان هدفي انه افتح مجله بالبدايه. نحن اسسنا يعني الصفحه، هي كانت عباره عن صفحه على الفيسبوك،
تقدم خدمات فقط يعني للمتابعين. كان هدفي انه اقضي على الفوضى اللي عم تصير بمجموعات التواصل الاجتماعي اللي عم بيصير فيها تزوير ونصب واحتيال على السوريين. كنت ماشي بهذا الطريق، ضليت فترة سنة، صار في عدد متابعين كبير، انه انا عم بقدم خدمة مجانية من دون اي شيء. فانه بعد فترة تعرفت على صديق اجى نصحني انه لا خلينا نحن نعملها مجلة، لانه صار في شعبية، هي تكون مصدر دخل بنفس الوقت وتكون خدمة. اليوم دليلك بعد 3 سنوات ونصف ساهمنا بتوظيف اكثر من 1000 سوري عن طريق وصلهم باصحاب الشركات، حتى ساعدناهم بانه يلاقوا مثلا بيوت اجار، ساعدناهم انه بالاجابه عن استفسارات معينه مثلا عن المواصلات، عن امور كثيره. بالاضافه لحتى يعني نحن يعني هي كاتبين يعني وصارت عندنا يعني بمكتب دليله، حتى وجدنا ناس مفقودين عن طريق الصفحه ووصلناهم مع اهاليهم يعني. يا سلام. فانه ايه، وبعد فتره يعني مثل ما يقول واحد المشروع يتطور مع الوقت وكذا، فتحنا مجلة مشابهة لدليلك في عنتاب في هتاي، تضم الريحانية وكرخان واسكندرون، وكمان فتحنا مجلة تانية ببورصة، ولازلنا يعني عم نطور من خدماتنا بحيث نعمل أرشيف كامل للسوريين، للشركات السورية. طالما أنتوا انتبهتوا، إذا من فترة طلع تقرير قال إنه الشركات السورية صارت هي النمبر 1 بالشركات الأجنبية عم تستثمر بتركيا، فالمستقبل كبير للشركات السورية. بنفس الوقت هاي الشركات اللي عم تفتح دائما بدها تسويق، فلذلك كمشروع له حاجة بالسوق، حاجة مستمرة. بالتأكيد يعني موضوع الإعلان هو موضوع هام جدا لانتشار هذه المؤسسات أو الشركات بمختلف أصنافها كذا ما ذكرنا، لكن هل يحقق اليوم التسويق المطبوع نساب نجاح مرضية لكم على الصعيد المجلي؟ تقريبا يعني كم عدد المستفيدين من هذه المجلة؟ بالنسبة للمجلة احنا عم نتبع نفس الأسلوب اللي كان متبع في سوريا، هي توزع فقط للفعاليات الاقتصادية يعني للمتاجر للمحلات طبعا، وتوزع فقط لمين؟ توزع للسوريين يعني للشركات السورية العربية. حتى عدنا صار في اشتراكات من شركات تركية معروفة يعني صارت تستهدف السوري، فلقيت انه دليلك هي انه موجودة، فحطوا اشتراكات مقابل يستهدفوا السوق السوري. هي نحن نطبع 3000 نسخة بكل ولاية، 3000 نسخة يعني بطباعة مثل ما يقولوا ممتازة، بحيث انه هاي المجلة تظل موجودة لبعد 6 شهور صالحة للاستخدام، ونوزع بنفس الوقت على عينتاب اللي مقسمينها نحن لـ 13 قطاع. كل قطاع فيه طبعا شركات وفعاليات ومكاتب وفي كتير يعني، كل شهر اصلا عم نحط نقاط توزيع جديدة، لانه في شركات جديدة عم تفتح، في سوريين عم يستثمروا رأس مال جديد لهم، بحيث انه نحن اليوم استقرارنا بسوريا صار طويل الامد وصرنا ندور على مصدر للدخل، فهي الشركات كل مالها عم تزيد يعني. نفس الوقت انه نحن ما عدنا يعني ارشيف كامل نقاط التوزيع، ولكن عم يتجدد مع الوقت، عم يتجدد شوي شوي. نعم، إذن الآن تحدثنا فعلا عن موضوع التوزيع وعدد يعني النسخ من هذه المجلة التي تصدر عنها شهريا والنقاط التي يتم التوزيع فيها، وأيضا حتى عدد يعني المستفيدين من هذه المجلة بشكل أو بآخر، لكن كيف تتم آلية العمل بشكل كلي في هذه المجلة؟ المجلة بشكل عام نحن نمر بأربع مراحل. حلق كموظفين نحن مقسمين لأربع أقسام. أول قسم هو وكيل المبيعات اللي يتواصل مع صاحب الشركة أو صاحب القرار في الشركة، وعلى أساسه نتفق على يعني صيغة معينة ونكتب على أساسها عقد الإعلان. بعدين نجي على المرحلة الثانية اللي هي التصميم، يصير الإعلان هذه توجه لقسم التصميم، بعد التصميم تروح على قسم الطباعة، بعد الطباعة تروح لقسم التوزيع. فهي الأربع مراحل هي المراحل الرئيسية، هي عبارة عن حلقة، أي حلقة منهم انفقدت ما طلعت مجلة بالنهاية. فهي تبلش من حجز الإعلان للتصميم للطباعة للتوزيع.
نعم جميل. إذن 4 مراحل تتم فيها فعلا، يعني قبل بداية إصدار هذه المجلة تبدأ من وكيل المبيعات وتنتهي عند التوزيع. لكن ما هي أهداف هذه المجلة التي أسستها أنت حضرتك؟ يعني عدا الموضوع التجاري أو الإعلاني الذي سيخدم العملاء بشكل أو بآخر، لكن ما هي أهدافها الأخرى؟ هلا الهدف الأساسي والبعيد، طبعا أي مشروع له أهداف أساسية بعيدة هي تكون ثابتة، إضافة لأهداف قريبة متغيرة حسب الظروف. بالنسبة لأهدافنا القريبة اللي هي نحن عم نحاول نطور بشكل أو يعني بشكل ما إنه نفتح فروع أخرى، نكون أرشيف منتظم للشركات هاي، إضافة لأنه نعمل أرشيف للسير الذاتية للسوريين بحيث يصير عندنا شيء منظم نساعدهم بالتوظيف. طبعا الخدمة والتسويق شيء مترابط ببعضه بشكل أو بآخر. أما الهدف البعيد أنه هي تكون فعلا منصة رسمية للسوريين بتركيا يرجعوا لك بأي وقت للحظة اللي هن فعلا تعلموا لغة تركية وبطلوا بحاجة لهي المنصة، ممكن وقتها يصير في تغيير جذري بالمشروع. أما الفترة الحالية أنه نحن عم نحاول نطور مثلا نستهدف السوريين الموجودين بالولايات الكبيرة مثل اسطنبول مثلا، مثل القيصري، مثل قونيا، أورفا، وبلشنا هذا الشيء من أكثر من سنة. عملنا نحن منصات على مثلا فيسبوك بنفس الوقت على الموقع الويب سايت، نحن صرنا نستهدف فيه الفعاليات الاقتصادية الموجودة من هناك، وأصلا صاروا فعلا يحطوا إعلانات وهن الموجودين مثلا باسطنبول، بقيصري، بمثلا أزمير. فانه صار في صدى حتى قبل ما نحن انه نفتح فروع هنيك. فهي الفكره انه الاهداف دائما متغيره، وانت بنمر يعني بمجال عملك تضل انت تفكر انك بدك تطور وكذا وهيك، فهي عباره عن تشعبات كبيره. فانت بدك تحتار، يعني بدك اخر شيء تختار اكثر شيء يطور عملك، انه نفس الوقت يعمل لك مثلا يجيك يرجع لك بشيء ايجابي اكثر عشان شركتك تضل مستقره بالسوق، وهذا اللي عم بيصير معنا. نعم بالتأكيد، يعني كل التوفيق لك كشركة أكيد تجارية أو شركة سورية موجودة هنا على الأراضي التركية. قبل أن أختم معك، معي اتصال، عسى أن يكون في أي سؤال من قبل المستمعين أو ما إلى ذلك. يسعد صباحك. صباحك يا رب. يا صباح الخيرات يا محمود. معنا اليوم مدير مجلة دليلك في عنتاب السيد فراس. إذا بتحب تسأله أي سؤال أو بتحب تجاوبنا على سؤال الحلقة الذي يقول: ما أهمية التسويق المطبوع في ظل وجود التسويق الإلكتروني؟ يمكن أنا أقول أن التسويق الإلكتروني الصراحة مسيطر على الوضع أكثر من المطبوع. ما بعرف جوز يكون في، يعني أنا اليوم ما إعلانات ما بعد أعرف على الفريق الإعلان عم متابع أكثر أنا كشخص، يعني ما بعرف بس هي إيه مثلا بعض الناس، يعني إذا مثلا شفت إعلان مثلا كذبت نظري إيه، بس إني والله الأكثر هلا حاليا على الإلكتروني، يعني على مواقع التواصل وعلى مثلا الشغل اللي لك، يعني في هيك شيء لفت نظري يعني بس. طيب في أي سؤال بتحب توجهه للأستاذ فراس؟ لا بتمنى له التوفيق يا رب، وان شاء الله للاحسن، وحلو انه يكون في بلد غريب، يعني يصير لان مثل ما بقول يعني الشرف كسم فينا وكسم بالشيء اللي احنا بدنا اياه. ان شاء الله ساكمل معك محمود، لكن بعد ما اشكر السيد فراس العلي وهو مؤسس ومدير دليلك في عنتاب او مجله دليلك بشكل عام، واللي انتشرت اكيد في عدد من الولايات التركيه، غازي عنتاب وبورصه وغيرها من الولايات الاخرى. اشكرك شكرا جزيلا استاذ فراس. شكرا لكم لاهتمامكم، تحياتي للجميع وشكرا للمستمعين.